بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو 15/11/2022 وزارونا شباب حلوين اثنين من سامرة. احكي لنا شنو طبعا ما يقدرون يطلعون بالفيديو بسبب انه يشتغلون اماكن حساسة ممنوع يصورون. شنو المشكلة حبيبي عندك؟ الدكتور من 2017 تمام 5 سنين اي تقريبا صار 5 سنين نمت وقعدت فصار عندي وجعنا كليتي فسويت سونار كل اليسرى اي اليسرى فسويت سونار ما في شيء رحت تقريبا ما يقارب 16 طبيب انا اروح حاليا يضل يعني كل طبيب اراجع 3 مرات كلهم بولية مو كل يعني مو جالي اروح يمه مره واحده لا 3 مرات غيروا لي بوليه لو مفاصل لو شنو لا مفاصل كلهم مفاصل تمام كلهم مفاصل تمام بدون جدوى يعني بدون فائدة ينطون العلاجات يعني ما قلت معدتي تعب ملخت عامل 5 سنين أيوه أخير شيء أيست يعني قمت أروح يعني طب عرب رحت كم مرة؟ تقريبا 6 مرات أي طبعا أكثر من 6 مرات إيش سووا لك؟ يضربون رجلي هيك بالموس أو يضربون الوريد اللي نازل يطلعون دم أي نعم يفيد بعض لا أبد طبعا تمام زين أطباقكم داخل العراق؟ أي نعم ما فكرت تروح برا العراق؟ ما أقدر بسبب يعني الدوام ما تمام بس إجا ببالك يعني كان يجبك إنه تمام الله يحفظك إن شاء الله الله يسلمك زين إيش جابك عليه تمن سامرة لهنا؟ والله من صديق من نفس حالتي قال لي ظليت 1.5 سنة يعني نايم ما أقدر طبعا رحت لبنان رحت يعني دول فقررنا إنه كل أطباء يقولون له عملية هو يعني تخوف من العملية كلش قد عمره صار؟ هو لا كمان السام وقال له الا عمليه اكثر من طبيب اي واحد من لبنان او مصر او شيء كلهم قالوا عمليه الا عمليه مقرره هو كان ميت يعني ميت ما مقتنع ما مقتنع بالعمليه تمام اي فالتقينا انا مع صدفين قبل ايش قد؟ قبل يمكن 8 اشهر هيك التقينا صديقك له هيك صدفه لا صديقي هو مو صديقي صديقي وانما يعني ايش قال لك؟ فشافني هيك يعني هاي الوضعيه يعني قال لي شو قلت لك شو يعني ظهري قال لي لا تروح ولا يعني لا تتعب نفسك ابد كان تروح على دكتور امجد الحمد لله كان راح يعطيك جلسات او جلسات؟ اي قال لي جلسات قال لي انا جلستين جلستين وصار زين اي قال قمت قال هو انا بيته درج يعني يصعد شو مشتمل او ايش قال قمت اشيل قنينتين واصعد قال شلت ما اقدر اشيل الكيلو ما شاء الله قوة الله بالله هاي قبل ايش قد جاي هو؟ هو جاي قبل يمكن 1.5 سنة او هيك شيء وبعد حد الان زين اي لحد الان واكثر من طبيب حتى خارج مصر ولبنان قال لي الا عمليه الا برويده يعني الا عمليه فانت اقتنعت لما قال لك فيه بالضبط زين اذا هسه احنا عالجناك ان شاء الله الله راضي يجعل الشفاء مالتك على ايدي هذا شيء يستاهل صاحبك جائزه نوبل بوس راسي مو زين انا مثل ما قبل ما نبدي التصوير شيء واضح وياك ايش قلت لك؟ قلت لك انه مو شرط انه جلسه ولا مثل ما قلت فعلا يعني قلت لك جلسات جلسه او جلستين او جلسات 3 4 5 ما اعرف انا اي عبيد الله يعني حتى لو هسه انت ما جايب رنين وياك حتى لو جايب رنين وياك نعم الرنين ما يقول لي هذا كم جلسه يصير زين الاستجابه تعتمد الوجع ايش قد صار لي وشده الوجع 5 سنين طبعا تمام اي زين انا ما عندي شيء وياك سوي جلسه صير زين بس التزم هذا العلاج الله محمد علي لا تجي بعد بس التزم الاشارات اكتب لك اياها قوه الله تمام بعد انت صديقتي يضيف شيء والله حقيقه دكتور يعني مثل ما قلت لك يعني انا كنت وياه راجع تمام يعني زين بكل 15 طبيب 16 طبيب 17 ماك فايده يا يعني وصل لمرحله بعدته اصبحت يعني تعبانه كلش بسبب اعتقد ادويه المفاصل تأذي المعده تمام وجود الاخير لا عادي بالعكس حتى البطولة لا تجارتك حلوة تجارتك حلوة دكتور طيب هاي بينها هي بلون قهوة ف ملينا انا مليت منين حتى طب عرب وضربوا بالموس على رجلي وحرقوا سعفه خلوها على رجلي وما ادري شو ما يخالف اخير شيء قال لي وديني على امجد الحمداني يابا انت وين تعرفه؟ قال هذا ولا صديقي قال لي رحت لبنان رحت ومصر زين ابد قالوا لي عمليه اخير شيء جيت على امجد الحمداني قالوا حتى واهس ما عنده مرحله انت قلت نفس الحاله راح يعطيني دواء ما صار لي قال على ايده بعد الله سبحانه وتعالى على ايده نسيت شيء الم نسيت وجع قمت اصعد بالدرج شايل قناني وشايل وزن وبعد ان شاء الله احنا جيناك وتعنيناك من هاي المسار كل الهنا الله يحفظك دكتور
طبعا هذا حكي اللي قلته راح لبنان ما ادري شنو هذا ما يفيد جماعتنا اغلبيتهم ما يفيد يوم هذا الحكي هو عبالي المطربه البره هي هاي ما يتابع متي بالشغلات هذا ما يتابع يجي على طبيب ما يدخل على صفحته يكلف روحه نص ساعه يقلب بالما هذا يشوف هذا يفتهم ما يفتهم ما يجي هنا ها ها ش... يردني تمام المهم عيني انت بالنسبه لك هسه عندك اوجاع لو ما عندك موجودك يعني تسوي لك جلسه راح تقدر تقول لي ايش قد راح من الوجع تمام ان شاء الله يلا هسه ان شاء الله اسوي جلسه ويا الولد شنو اسمه تقول الاسم اسوي جلسه وياك وورا الجلسه هم نصور رحم الله وديكم اثنين بارك الله فيكم رحم الله وديكم كل هلا بعد الله يحفظك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم نسوي انا نفس الاخوه ورا الجلسات الاوبر سوينا لك جلسه اوبر على يعني مال الوجع مال الانزلاق هسه قول لي الوجع شلون صار عندك؟ خف بشكل مو طبيعي شو تحس؟ سعادة لا توصف ايش قلت لصديقك ورا ما خلصنا رأسا ايش قلت لي؟ قلت له كل مثل السحر مثل السحر هذا اكو طبيب هندي مو طبيب هندي عادي نعم واني كنت يعني تعلمت عنده هواي شغلات وكنت احبه وعزيز علي جبته وياي وقلت له انت يعني وياي بهالأوبر وهاي هذا متحمل رغم اكتشافاته راح اسوي كتاب حتى ينسبها الروح حق ما هي هاي الأوبر سماها بالسحر الاسود فعلا هي سحر اسود أيه. وصفها بالسحر فانت استعملت نفس الكلمه تمام هسه اوكي الامور الحمد لله مرتاح ايش قد بقى من الوجع شيء بسيط يعني تقريبا 10% و15% العافيه بالتدريج اي نعم قد ما تحتاج جلسه تصير زين فقط التزم لي بالشغلات اللي علمتك عليها ان شاء الله اذا يصير عندك وجع قوي تيجي بعد اسبوع اسوي لك جلسه اذا ماكو وجع ما تيجي زين انت ما حكينا قبل عندك هم لان هذا الوجع اكثر شيء مؤديك الجو عندك وجع مع الفقرات العنقيه نعم قصر لو وياك تقريبا ويا هذا ورا بسنه او شيء ورا يعني صار له 4 سنين اي تقريبا زين هسه لما دخلت عليه للعياده الوجع وين كان اوصف لي المكانات مالته بلا ما تاشر لهم مدي باوك الدفع يعني ما الدفع يعني ورا الظهر يعني بهذا المكان هذا الوجع اللي يصير بهاي المنطقة نعم هذا غير موصوف في كتب الطب ابدا غير موصوف في كتب الطب يشخص على انه وجع عضلة او فايبروميالجي هو بالحقيقة وجع ده يجي من الفقرات مال الركبة تمام ده خاصة عندك ولا لا اي من ابو هذا الوجع اللي الدفة راح له مو راح اختفى تماما اي وجع عندك وجع بالاشتاف او بالايد اي هي هاي التنمل والخدر السلبي هل صراح له مو راح لما دخلت على كان موجود أي. ايدك تحريك فوق جوا كله راح نعم خلال 3 دقائق من الاوبر واني قلت لك ما يمثل السحر صار وهاي الاوبر يعني بالمناسبه يعني ناشر عليه كثير هاي اكتشافي قبل يعني بفضل الله قبل 4 سنين والان قاعد تستعمل بدول عديده ادخل على الصفحه راح تشوف امريكا الجنوبيه الاورجواي البيرو الهند الباكستان الدول العربيه قريب الصين وصلت اوروبا بعض الدول تستعملها كلهم دا يستعملون هذه الاوبر يعني قفزه ما شاء الله قوة الله بالله في عالم الطب ما شاء الله وما تعالج فقط الاوجاع تعالج حالات كثيره لا عد ولا حصر لها ما شاء الله قوة الله بالله هذا هو العلم اللي اذا الله راح يعني يريد رزقه يرزقه فعلا جزاك الله خير دكتور ادعي الله اي شيء تريده اذا انت نظيف قلبك نظيف ما يدي احد مو ماكل حرام يعطيك رحم الله وديك ممنون جدا قبلنا نصور شكرا جزيلا دكتور رحم الله جزيلا شكرا شكرا